بعض الإخوة الطلاب ودارين نرد عليها سريع. طيب، من المسائل اللي قالوها إنه قالوا كل مشاكل السودان قالوا في تنظيم جهنة، وقال كل مشاكل السودان سبب الدين، وده كلام باطل يا أخوان. وإنما السبب في المشاكل اتباع الناس لغير الدين الصحيح، التصوف والدين بتاع الأخوان المسلمين والجبهجية وغيرهم، ده ما الدين الصحيح ربنا سبحانه وتعالى أرسل به الأنبياء والمرسلين. فده كلام باطل، وده إذا صاحبه قاصد به والدين الإسلامي جابه والرسول عليه الصلاة والسلام فده بيكفر عديل. طيب، قالوا من الكلام إنهم بيأيدوا إخراج النصوص الدينية من المقررات، ودارين يدخلوا فيها الموسيقى. الموسيقى، يتخيل يمرقوا كلام ربنا سبحانه وتعالى ويجيبوا كلام موسيقى، كلام ناس فاسقين يعني، يدخلوا بدل كلام ربنا سبحانه وتعالى. وربنا قال ومن أحسن من الله حديثا، أحسن الكلام كلام القرآن. لو دار تربي المجتمع على الخير والمواطن يمرق مواطن صالح، دار تربي الشباب على الخير، دار تربي المجتمع إنه يكون مجتمع يعني منتج إلى آخر، ده كله موجود في القرآن، ما بتجيبوا لك الموسيقى. طيب، من المسائل اللي قالوها حرية الاعتقاد، إنه الزول يقول الشيء دايره، وده دائما كلام بيقولوا المستقلين، كن ما تشاء قل ما تشاء، كن ما تقول، إن تقولها تمت وإن لم تقلها تمت، إذن قلها ومت. عرفتها؟ يعني يقول لك أي حاجة أنت دار تقولها قولها، ما في مشكلة، وأي حاجة دار تعتقدها اعتقدها، وده باطل. وبعضهم بيستدل استدلال خاطئ بالآية الكريمة، يقول لك ربنا عز وجل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وده ما معنى الآية، لأنه الآية معناها إنه ربنا بيّن سبيل الهدى وسبيل الضلال. فربنا بعد ذاك قال الدار يؤمن يؤمن والدار يكفر يكفر، من باب التهديد لا من باب التخيير. ربنا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ربنا قال فمن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين، يعني الظالم ربنا عد له النار. كيف يكون يا أخواننا الكلام ده؟ من باب الحرية بتاعت العقيدة. طيب، بعد ذلك قالوا العلمانية قال هي الخيار الوحيد لإنقاذ السودان، ما في خيار غيره. العلمانية ما حكمتنا، حكمنا الصادق المهدي، ثلاثة ديمقراطيات، شبك الشعب السوداني كله نقة، بس تفتح التلفزيون الصباح تلقى الصادق، الظهر تلقى الصادق، العصر تلقى الصادق. عرفته؟ فما قدم لنا حاجة. عرفتها؟ السبب بتاع نحن ورطتنا هي العلمانية، العلمانية، لأنهم العلمانيين هم الجو بالأفكار الباطلة والمناهج المضلة حقتهم. برضو قالوا لابد شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل. طبعا ده كلام يا أخواننا لا عليه دليل ولا عليه شيء علمي ولا أي حاجة. نحن بنقول لهم لابد تكون شهادة المرتين زي شهادة رجل، شهادة رجل واحد. ربنا قال في آية الدين في سورة البقرة فإن لم يكونا رجلين فرجل شنو؟ وامرأتان. ده كلام الله. طيب، قال حديث النساء ناقصات عقل ودين، بيطعنوا في الحديث ده. والحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذق من إحداكن، الحديث ده كان عنده سياق معين. فقامت الصحابية فسألت رسول الله، وهو تلقاه بيدعي إنه بيدافع عن حقوق المرأة وهو راجل، يخلي مرأة تقوم تدافع عن حقوق المرأة. الصحابية سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله فما نقصان عقلنا وديننا؟ فقال أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وده من التخفيف والتيسير بتاع الدين، إنه المرأة في حال الحيض لا مكلفة بصلاة ولا مكلفة بصوم. الصوم بتقضي لكن الصلاة ما بتقضي. شوف الإسلام ده يعني دين الرحمة كيف. وأما نقصان عقلها قال أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ وده في باب معين يا أخواننا وهو باب الشهادات.
ده ما يمنع انه النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير النساء. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في العمرة وأمر الصحابة يتحللوا لما مشوا لمكة دارين يعتمروا والمشركين ردوهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس يتحللوا، فالصحابة يعني تأخروا قليلا رجاء أن ينقض هذا الحكم وحتى تباح لهم العمرة. المشركين كانوا مانعينهم منهم يعتمروا، فقالوا كذا نتأخر شوية يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوحى إليه أو شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام اهتم اهتمام شديد واغتم، لأنه لو ما نفذوا كلامه قد يغضب الله عليهم. فدخل على زوجته، إحدى زوجاته، فأخبرها فقالت له أخرج أنت فتحلل واحلق رأسك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه كادوا يقتتلون على الحلاء عشان يتحللوا من العمرة، عرفته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم النساء، عرفته؟ وكان يعني حتى أمور الغيرة من النساء النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلاقيها بصدر رحب. واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في بيت الأخرى رسلت طعام في صحن، فلما علمت زوجته الأخرى أن هذا الطعام أرسلت به فلانة من زوجاته الأخرى ألقت الطعام وكسرت الصحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم لا ضربه. تخيل أنت يكون جوك ضيوف ومرتك تشيل الصحن تدق به الواطة، دي طوالي تقول لا بيتهلك طوالي. النبي عليه الصلاة والسلام قال غارت أمكم، غارت أمكم. فده الدين يا أخوانا، دين ما انتقص المرأة بل أكرم المرأة. والذي ينتقص المرأة هي العلمانية يا أخوانا. العلمانيين الآن بيقول لك المرأة من عمرها 18 سنة طوالي تمشي تعيش حياتها بلا، مرأة ضعيفة تمشي تكابد وتمشي تسوي لها أسرة أو تسوي لها معيشة بلا. الآن أمشي الدول الكفر، الصين المرأة تلقاها شغالة في المصانع لحد ما تكبر وتبقى عجوز، تلقاها تشتغل لها شغلة قدر حالة ده عشان تقدر تعيش، لأنه لو ما اشتغلت ما عندها حد في إنها تأكل وتشرب إلى آخر. فما ممكن يا أخواننا تجيبوا لنا الثقافات وحثالة أفكار بني آدم تجي تطبقوها على المسلمين، عرفته؟ وكلام كثير قالوه كله كلام باطل وضال. قال تقديس الأفكار كتقديس الدين، عرفته؟ يعني لابد نقدس الأفكار زي ما بنقدس الدين، أو ما نقدس الدين زي ما بنقدس الأفكار. الأفكار هي من صنع البشر، يقدسوها كيف؟ الدين كله حق، الأفكار منها الحق ومنها الباطل، كيف أنت تساوي كلام رب العالمين وحكمه بكلام البشر؟ قال النظريات قابلة للنقد وكذلك الدين. يا أخ ربنا بيذكر حقيقة، والنظرية دي كلام بتاع بشر، قد يكون صحيح وقد يكون خطأ. كيف تكون النظريات زي الدين والدين قابل للنقد؟ طيب قالوا الشريعة لم تستطع إصلاح السودان. السؤال متى حكم السودان بالشريعة؟ بتين كان الدستور بتاع الحكم في السودان من الشريعة الإسلامية، بتين آخر واحد حق الجبهجية العمل الترابي فوقه إنه المواطنة أساس الحقوق والواجبات، دستور علماني. طيب تاني من الشبهات قالوها إنهم بيستخفوا ببعض الشعائر كتقصير الإزار وإعفاء اللحى وكده، ويقوموا يستهتروا بها. وأخواننا زول إذا سمع العلمانين ديل بيطعنوا في الدين الزول ما يقعد معهم، لأنه ربنا عز وجل قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب لو قعدنا ربنا قال إنكم إذا مثلهم. زول يستهتر بالدين ويطعن في الدين والناس يضحكوا له في بلد مسلمين. والجامعة دي يا أخواننا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا شايفيننا من أفضل الجامعات. أول حاجة ما شاء الله المسجد ملان والناس بيجوا بيحضروا، عرفته؟ والنساء أو الطالبات في الجامعة
ما شاء الله لبس تمام، ما زي الا يعني كثير من الجامعات اللي مشينا لها تلقى بنات لابسات بناطلين وبنات قعدات ذات وقعدات عجيبة ما حقت بنات ذات، عرفتها؟ فده يا اخواننا خير كبير، الناس ما تقصر فوق، والزول ما يجي يحضر للناس والله ما عندهم حاجة. انت ما في ناس بيتخيلوا انه لما يجوا للجماعة اللي بيجوا يتكلموا في الاركان ديل بيستفيدوا منهم حاجة، والله ما تستفيد منه ايش، ولا هو قاري ولا منهجه ذاته عارفه زي الناس، خلاص. فالانسان يا اخواننا يبعد من الناس ديل، وديل ما عندهم شيء يقدموا لروحهم. بعدين الاحزاب السياسيه الان بتتكلم عن التغيير وبتتكلم عن الحريه والديمقراطيه، وهي في نفسها لا عندها حريه لا عندها عداله لا ديمقراطيه. تعال شوف الاحزاب السودانيه، الرؤساء بتاعين الاحزاب بتين كانوا هم ذاتهم ديمقراطيين. من الله خلقنا وخلق ابانا وخلق اجدادنا، صادق المهدي قاعد، ما انت قلت ديمقراطيه ما تغيروا كويس. الحزب الشيوعي تلقى رئيسه لغاية ما يموت السكرتير بتاعه، بعد ذاك يجيبوا البعديه لحد ما يموت يجيبوا البعديه، وهكذا كل الحركات الآن الموجودة العلمانية UBF وحركة شعبية وغيره كلهم بتلقى الرئاسة إما دائرة في ثلاثة أو اثنين أو نفر واحد، صح ولا ما صح؟ كل الحركات والأحزاب القاعدة، عرفتها؟ فهم بيرفعوا شعارات هم ذاتهم ما قدروا. ولذلك نحن يا اخواننا وصيتنا اللي بنقولها للناس، اول حاجه يا اخواننا الزول الدين ده ما مسؤوليه جماعه ولا حزب ولا افراد، اي مسلم في شباب في الشباب ديل ونحن نحسبكم ناس على خير واقبال على الدين، الزول يا اخواننا اهتم بالعلم الشرعي، عرفتها؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، ما تنتمي لك لحزب ولا لجماعه ابدا في الدنيا دي، لو دار تمشي لقدام ما تنتمي لهم، خلاص. نمرة ثلاثة، الإنسان يا أخواننا يبعد عن الحرام الموجود في الجامعات دي، الراجل يحفظ الطالب يحفظ نفسه والطالبة تحفظ نفسه. ونحن الكلام ده بنقوله خايفين على الناس، لأنه كثير من الأعراض لعب بها باسم الحب وباسم الحريات، وأنا حر وما في زول يتدخل فوقي، وتلقى الشغلة جات الضعيف، عرفتها؟ واحد تلقاه غاشي له واحدة في الجامعات وقاعد معاه أربعة سنة ولا خمسة سنة كويس، ويغشها بعد ما نال ما أراد يمشي يتخرج ويرميها في الشارع. أنت ما سمعت بجريدة قلب الشارع؟ الجماعة بيشتروا عندهم عمود اسمه صفحة كاملة اسمها مع بنت وهب، دي قال بتحل المشاكل بتاع الحبيبين، قال والله جد. واحد يقول لا، واحدة ترسل له كان معي واحد وغشني في الجامعة وباسم النضال إلى آخر، وبلن ننسى تلك الأيام إلى آخر، وقال لي بتزوجك. لما مشى قالت لأهله يتخرج، أمه عرست له بيت عمه، قالت لها ولدي بس بيت عمك دي عيب لي، طوالي عملوا لي زقدح كفر انسيستم غطى قدح كويس، وداك يقوم يرسل لها لن ننسى تلك الأيام وكذا وهناي ويا فلانة، الموضوع يعتبرين انتهى والشغل ده قسمه ونصيب، ما نحن قبيل قلنا كده كويس. ديك بعد ذاك بتبقى تبكي وتجيب بعيد النجوم وما بعيد النجوم وما عارف ليك شنو الى اخر، وتلقاها تبكي وتمشي تكتب لبنتي وهب دي من المعذبه الف سين نون زي نمره العربيه كويس. وكان في واحد غاشيني وكده وبتاع، ولما تخرج ان له اما دغمائيه ومتحجره في التفكير ولا يتسع الافق حقها لفهم هذه العلاقات الثنائيه والعلاقات الافقيه زي ما قالوا الجماعه قبل شويه، فهمت؟ والاختي بنت وهب قودوني الى النور، بنت وهب بدل ما تقود الى النور تقود الى الظلام، تقول لها هذه التجربه الاولى وعليك بالتجربه الثانيه، والله جد. وبيلعبوا بالاعراض، بيلعبوا بالاعراض. عشان كده يا اخواننا الشباب الزول يا اخواننا يبقى بعيد من الحرام، ما يغشك كلام زول معسول، ولا تستهويك الشهوات كويس، ولا تتورط في المواقع السيئة اللي بقت متاحة للناس. خليك زول تمام وركز في قرايتك، أهلك راجينك كويس، وركز في أكاديمياتك وربنا كان سهل لك، فهمت؟ أمشي لقدام إلى آخر، والبنت ذاتها تمشي عديل. الزول إذا داير يتزوج، ودي نصيحة للبنات والله اللي سمعننا، عرفتها؟ ودائما نحن لما نجي بنخرب السوق بتاع الخلاطين ديل كويس. الزول يا اخواننا البيت
البيت لو دائرة، لو جاء واحد قال لها دائرة تزوجك وكذا ما تتورط، طوالي تقول لها زول هوي أرح معانا لبيت أبونا في الحي الفلاني كذا كذا كذا، أمشي لأبوي قل له أجي تعال بالزواج، تحفظ عريضة، لأن أخواننا بتتورط بتتورط وداك بعد داك بيزوغ منها. أو مشى كثير من الناس بيعملوا حاجة تانية، وقعوا في زنا، امشي يقول امشي يقول يا أخواننا نغطي على الجريمة دي، يقوموا يزوجوها له، ده لسه زنا، لأنه ربنا قال والزانية لا ينكحها إلا شنو؟ زان أو مشرك. ما بيجوز إنه الزانية تزوج شنو؟ زاني. فعشان كده الزول يحافظ على عرضه ويحافظ على نفسه ويحافظ على أخلاقه، ويكون إنسان يا أخواننا يكون إنسان نفسه رفيعة. القاعدة في الجامعة دي أختك، وزي ما أنت بتمشي تنتهك أعراض الناس وتلتف عليهم بورا، بيجي اليوم اللي بيسدوا منك الدين ده. فالزول يا أخواننا يبعد من الحرام ويبعد من الأحزاب والجماعات والطرق. ونحن كنا نكون طولنا على الناس فما دارين نطول عليهم، إن شاء الله المحاضرة بتنهي بعد المغرب ولا بتين؟ ها؟ بتنهي المحاضرة بعد المغرب، خلاص إن شاء الله المحاضرة بعد المغرب. لو عنده فرصة آخر فرصة إن شاء الله، تفضل. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر كل الشكر للضيوف. أنا والله شاكر ومقدر. يمكن الجامعة دي السنة الرابعة فيها، ولا أنتمي لأي طائفة ولا لأي حزب، وحقيقة أنا إنسان مسلم بالفطرة، لكن والله يا جامعة فيها حاجات يعني غريبة. في ناس هنا قبل يوم زي ما قال أنا أشكر أخونا القبيل اتكلموا والحاجة، في ناس قبل يوم والله العظيم النشاط ده طاقينه فوق، واقعين لهم في حاجات جديدة، CISUBF مؤتمر وطني إسلاميين كيزان، يلعبوا بالطلاب يا أخي، ناس جايين يا أخي دارين يقروا، يدخلوا لهم حاجات في رصانهم. أنا بس على الناس زي الفاتة وين الليلة، والله عار عليكم. أنا لا أنتمي لأي حزب ولا دار أنتمي ذاته، لكن أنا بفتكر دي الرسالة الحقيقية، ودي الحاجة المفترض الناس تتكلم فيها. يعني خلط بتاعكم بتاع الدين الدولة والدين وهنا ونفصل ونسوي كلام ده ما بجوز يا جماعة. أي زول يجي هنا يقرأ قرايته لا طوائف لا حزبيات لا الحاجات اللي بتعملوا فيها دي، وأنا شاكر ومقدر للأخوة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخونا ده جزاه الله خير لخص لنا الركن والرسالة حقتنا. نفس كلام أخونا ده جزاه الله خير، وزول سينير عنده عليكم حق الزمالة وشنو والسنيرة قدامكم، فما عندنا كلام نزيد، إن شاء الله نلتقي في المحاضرة، جزاكم الله خير. ونشكر للطلاب وقوفهم الطويل معانا، وناسف على الإطالة، وإذا كان قلنا لطالب من الطلاب يعني كلمة جارحة فنحن بنعتذر له، وإنما قصدنا ورسالتنا إنه نبلغ ونبين الدين للناس، والدين ده ما حق جماعة ولا حق طائفة، حق أي زول فينا عرف الرسالة دي. وما يمنع الإنسان يا أخواننا ما يعلم من نفسه من التقصير وإنه واقع في معصية من المعاصي، ما يمنع من تبليغ الدين، عشان ما في واحد يجي يلعب عليك تدافع عن الدين أو تبين حكم شرعي أو كده. أو بعض الناس يا أخ من شدة ما براعوا الناس كثير، لما الصلاة دي تلقاه بيصلي بالدس، يقول لك ما يشوفوني أنا بصلي. يا زول يا ناس نحن حصلنا مراحل زي دي، فإنت الدين ده ما حق زول تمشي طوالي وتعتز بدينك، والزول يتعلم الدين الصحيح، ما تتعلم أي دين، تعلم الدين الصحيح الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي إن شاء الله في منابر أخرى، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم.